السلام عليكم، كيف حالك الشباب؟ شلونكم؟ شو تقول؟ تمام. كما شاهدتم في عنوان الحلقة، أسوأ الأشياء فعلتها شركة براود ستار. أولا التغيرات التوازن، يعني كل موسم تغيرات توازن، كل موسم تغيرات توازن، يعني الشركة ما قادرة تثبت الأبطال كما هو، يعني بعض الأبطال ما يحتاج لهم لا زيادة صحة ولا ضرر ولا غيره، يعني محتاج لما تروح الشركة تعطي قوة، يعني مثل حاليا سيرك. أعتقد الأغلب منكم صار مضايق من بطل سيرك، كان سيرك من أفضل أبطال بالنسبة لي، الحين شفته أعطيه باف أو زادوا في الضرر، يعني صرت أكره البطل كثير. يعني أتمنى أن الشركة تثبت الأبطال كما هم، ما تزيده ولا تعطيه قوة ولا نيرف، يعني ثبت الأبطال كما هو. ثانيا البطل إدغار، عندما نزل بطل إدغار أغلب منكم يعرف صار الضيق من هذا البطل، وأيضا ضيع اللعبة بأكملها. يعني كان في البداية، أعتقد أغلب منكم إذا كان لعب لعبة بداية الموسم الأول أو الثاني أو قبل مواسم، يحيد أنه يطلع له بطل جديد، يعني يقدر يجي بوتات ما يجي لاعبين، يعني رانك الأول ثاني ثالث رابع خامس سادس وإلى العاشر بوتات. أما الحين يعني اسم المرتبة الأول تلقى لاعبي ما تلقى بوتات، يعني صعب ترفع الأبطال. وفوق ذلك زادوا بطل ستو، بطل ستو صار يعني مرة مزعج، يحتاج له نيرف هو إدغار. إدغار ما يفيده، ولو أن قتلوه هالأيام عطيه نيرف، يباله زيادة في القوة أو أنهم يزيلوا اسم السوبر ما يخليه يشحن، أو أن يخوز السرعة. يعني ليش يعني يمقحم هو يستخدم السوبر؟ ليش معطيه السرعة زيادة؟ يعني حتى مر نحت نهرب منه، تون الحين بعض منكم يقدر يتخطاها السوبر مال إدغار. يعني اتمنى انه يزيدوا شيء منه، على الاقل شيء بسيط، يما ان السوبر لغيوه يعني ما يشحن من عمره، او انهم يخوز السرعة، او انهم ذاك يعطوه نيرف في القوة. الصحة تصعيق، قتلوا حتى مار بكل سهولة يموت الحين اذا كان ما عنده السوبر. والشيء الثالث والاخير دور القوة. لحد الحين اغلب منكم ما حد يلعب دور القوة ابدا، اغلب منكم، وانا حاليا وصلت اسمه التير الثالث الفضي، خسارة كلها حتى ما ترفع. اتمنى انهم يضيفوا على الاقل مكالمات صوتية، او ان اقتراحات ايش اذا كنت انت رئيس مجموعة تقترح حال البطل ان ايش يحضر وايش يختار الابطال. مثلا لو انت مثلا ما عارف ايش تختار بطل لي عشان تستخدم في المواجهة، يمديك تقترح له، وايضا اجهزة والقدرة الخاصة. اتمنى تضيف هذه الشركة. اعرف ان مدة الفيديو مرة قصير، اتمنى يعجبكم الفيديو، تنسى اللايك والاشتراك، ومع السلامة.